الو من المتصل بقى؟ هو ده بقى اسم الابليكيشن اصلا، انا مش بسال حد بجد. ايوه هو اسمه هلو من المتصل، لكن بالانجليزي هلو كولر اي دي، وبالعربي هلو من المتصل. فهمت؟ تعال اوريك في ايه الابليكيشن ده، في حبه حركات كده اقول لك. بص يا سيدي، البتاع ده فيه ثلاث مميزات. اول حاجه تعرف اسمك مكتوب ازاي عند الناس في موبايلاتهم، يعني على سبيل المثال انا كمان كتبت رقمي وقلت بص بقى، او برضو اي رقم تاني انت حابب تعرف اسمه او مسمينه ايه. الميزه الثانيه انك ممكن برضو تعمل سيرش بالاسم، هتكتب مثلا عصام السيد علي كده، فاهم؟ هيجيب لك عصام هو وعياله. غير بقى الميزه الثالثه والاهم فيه متصارحني، اللي ممكن تتيح لك ان انت الناس تعرف تسالك وانت تعرف تجاوب معاهم وانت ما حدش يعرفك ولا انت عارف مين كلمك. والاهم بقى من ده كله، لو انت بقى بتحب بقى وعندك اكس، تقدر تبعتها الرسائل اللي انت عايزها خالص، ومش تعرف ان انت اللي بقى، ولا تعرف رقم ولا اي ولا فاهم اي رساله جات لها. فاعل خير معدي، يلا بحبك، فاهم؟ التطبيق ده للاندرويد متاح موجود على جوجل بلاي، اما بالنسبه للايفونات يا غلابه ما تقلقش، متاح برضو بس موجود على موقع هلو كولرز. انا برضو متاكد ان انت لازم بص هتاكد على كولرز كل مره. انا راح حمله وقول لي هتعمل سيرش على ايه، وبعت لي الحاجات دي كلها على الحته التانية، فاهم؟ خدها سكرين شوت وبعتها لي، وانا بالنسبه لي مستعد انزلها عادي عشان انا بحب الفضايح قوي. يلا سلام يا صلاح.